يا شيخ، من ابتلي بسوء الظن بالناس كثيرا كيف يتخلص منه؟ والله شوف، احيانا لا نلوم، يعني الذي يبتلى بسوء الظن احيانا لا نلوم، نقول يعني بسبب ما يرى، لكن اعلم ان سوء الظن او كثرة سوء الظن يورث في قلبك والعياذ بالله الحقد على كل مسلم، ويورث في قلبك الشك في كل مسلم، بل أنت يجب أن تحسن الظن. إلا هذا أعطيكم مسألة في حسن الظن، في حسن الظن المرء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مشى مع صفية قال على رسلكم أنها صفية حتى لا يساء الظن به، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لهذا أحيانا المرء العاقل يجب أن يدفع عن نفسه سوء الظن، هذه مسألة. لكن أنا مثلا تصرفت تصرف ورجل أساء الظن بي أو أنا أساءت الظن به، أول شيء أقدم الخير، وإساءة الظن تدل على أن في قلبي شيء. فالرجل الذي يقع في الذنب يرى كل الناس إذا تصرف جزء بالمئة من هذا الذنب أنه لا وقع فيه، لأنه تصرف بالشك. فالشأن الأمر أن سوء الظن متى ما وقع في قلبك لا يحمد، يدل على سوء السريرة. يعني عيسى عليه السلام رأى لص يسرق، قال لما تسرق؟ في الصحيح قال والله العظيم ما سرقت، أقسم بالله العظيم ما سرقت، قال صدقتك وكذبت عيني، وهو عيسى عليه السلام، وهو ماذا؟ عيسى. لهذا أحسن الظن ما استطعت. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى يقول إذا سمعت من أخيك كلمة، عمر بن الخطاب يقول إذا سمعت من أخيك كلمة فاحملها على حسن الظن أو على الخير، فاحملها على الخير، فإن لم تجد فاتهم نفسك.